مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة، جمعة مباركة. كما راكم تشوفوا راني حندير الطعام، وحنا الطعام ديما نديروه بالجمعة، يعني أيام ديما الطعام ناكل بالجمعة إن شاء الله وبسم الله. أنا راني حندير له شوية زيت ونحلو ونعاودو نولو إن شاء الله. بسم الله، شوفوا الطعام تاعنا هاو يتحل وحده، وراني رايحة نبدا نفورو التوفيرة الأولى. هاني حال بدا نحضر معاكم طعام مرقة حمراء. انا هنا عندي هاد زوج مرصوات تاع اللحم وثلاث مغارف تاع زيت، ونحطو هاد اللحم يتجمر غير على نار هاديه. طعام تاع اليوم انا هنا وجدت القرعه وثلاث حبات زروديه، زوج حبات تاع اللفت، ورانا رايحين نديروا له يعني الخضره، وثلاث حبات طوماطيش رابيتهم كيما راكم تشوفوا، وعندي حبه بصل كبيره، والبصل تقدروا تقطعوا قطع شويه كبير تاع المرقه تاع الطعام، معليش ما يلزمش نرابيوه باش ما يروح لناش كامل. والحميصه نديروا هذا البصل وخلوه. احنا هنا المنشطو ما وليتهالكمش، انا غسلتها وكيما تعرفوا ما نغلوهاش، تروح لها كاع لي فيتامين. انا الحميصه تاعي كي تكون شامخه ماشي مغليه، يعني ديما نحب نقليها. احنا نزيدو هذيك الطوماطيش، وحنا مازلنا نقلو في يعني في الطبق تاعنا. انا التوابل عندي العكريم غرفه يعني شويه كبيره تاع ماكله، والكميه كبيره تاع فلفل الكحل وسكنجبير، وهذيك حبه تاع الحا هي اللي رانا حين نديرهم للطبق تاعنا. بسم الله، انا هنا هاد المنشطور راني رايحه نزيد نقليها. احنا كلش قلينا ورانا رايحين نمرقوا الطبق تاعنا باش نبدا نفور التوفيره تاعي طعام. احنا الطعام هرفا نبدا يعني نوريكم كيفاش راني حندير هاد الطعام. انا هنا وجدت الماء ودرت فيه مغرفه تاع قهوه تاع ملح، ما يلزمش نديروه السوس يجينا صامط، ونكبو كاع هذاك الماء. وهاد الماء بعد ما كبيتو ما راناش رايحين نستعملوه، نحوه ونعاودو نولو ان شاء الله. شوفوا كي راني نعاود في الطعام تاعي يعني ما يصلو والو، نعاودو نقولكم انا الطعام تاعي ديما ندير له هاد العمليه باش يشرب، ولا شفناه يعني يحب يزيد الماء نزيدو له الماء. بسم الله، انا راني هنا جيت نعاود الطعام تاعي، ونقولكم بعد ما ارتاح هذيك 10 دقائق وانا هنا هاد الطعام، ونقولكم نزيد نرشو غير بشويه، ونقولكم الطعام تعرفوه علاش ما بدلش اللون تاعو. حنا الطعام يولي يطيب بيوضيه، انا ديما نبدا ندير له الماء غير بشويه ونزيدو نعاودو نخلوه يشرب. شوفوا البنات طعم بعد ما زدنا رشيناه عاود زاد، شوفوا دوبلا الله يبارك ما شاء الله، ونقولكم يطيب بيوضيه تماك ما نزيدولوش كاع الماء. احنا رانا زدنا درنا التمريقه شويه، ورانا رايحين نديروا الخضره تاعنا. نقولكم اللحم كي يدخلوا الطياب يعني لازم نديروا الخضره باش تكمل معاه. حنا الطعام رانا حين نعاودوه المرة الثانية ونديرو له زيت زيتون. حنا كلش طابلنا، وان شاء الله دوك بعد ما نعاود الطعام نوريكم هاد الطبق تاع الطعام حاضر معاكم في صحن التقديم. هاو الطعام تاعنا اليوم اللي حضرتو معاكم، ونقولكم راني حنسقيه معاكم، يعني نقولكم هاد الطعام بنين بالبزاف، ونوريكم تاني واش يعني راني درت. انا ما على باليش ولا ديروا كيما انا ديما نحب البصل نزيدو فوق الطعام، نقولكم يزيد يعطي بنه كبيره هاد البصل الخضر في الطعام. وحنا انا وجدنا البن، وان شاء الله انتو تاني ديروه طعام وتاكلوه بالصحه، وما بقى لي غير نقولكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.